هنا بين أزقة المدينة القديمة البلاس دارم بقلب مدينة عنابة، ينتشر عشرات الشباب من محدودي الدخل مباشرة بعد الانتهاء من عملية نحر الخرفان لممارسة مهنتهم الموسمية التي توارثوها أبا عن جد، والمعروفة بتشويط رأس الخروف والأطراف. في أفران عشوائية من بقايا الخشب أو ما شابه تندلع النيران لتشويط الرؤوس في مهنة تذر عليهم أيام العيد عائدات إضافية تساعدهم على سد نفقاتهم اليومية. نعم بكري نخدمها الخدمة دي ومعروفين برضو الكرديات كل تجي لاري في ليب اللي جيت هي لابلاس دارم يجيو يشوطوا الريسان ودي موروتها مش قال خدمناها اليوم ولا البارح ولا العام اللي فات ولا هادي من جدنا لبابنا لحنا ومازلنا نزيدوا نعقبوها لاولادنا. ولاية عنابة معروفة بتشويط الريصان المدينة القادمة، وادي العادة بقاو متمسكين باها. يا والله لا جينيراسيون اللي تكبر تشوط الريصان مهما تكبر الاخرى اللي وراها تزيد عاود كيف كيف. عنابة معروفة بالتشويط على الراس، اما الشهر نتاع العيد كي نذبحوا ونتلموا في بعضنا هكا ونشوطوا واحد يذبح واحد يسلق واحد يجيب الماء. هذه المهنة الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى يزداد الطلب والإقبال عليها من قبل المواطنين الذين يقصدون هذا الحي العتيق لإعفاء ربات بيوتهم من مشقة تشويط الرؤوس. ثم نقصدوها باش نشوطوا فيها من بكري معروفة وأسعار معقولة باش نقصوا أرواحنا الخدمة في الدار. يا أختي عادتنا كي برك احنا هذه البليسة هذه البليسة ما تكون تروح نطلع الفوق ونقص الكبش نجي نشوط لهنا كل عام كيمك. خدمة تاعهم خدمة متقنة وقاعدين حقهم نقصوا علينا على العمل تاع زوجة في المنزل. بارك الله فيهم. شباب يخدموا الحوايج هذم يصوروا مصروف. هذا هي هاك تشوفي فيهم محروقين في النار ومن هنايا ومش طالقينها الخدمة هذه. رغم ما يسببه هذا النشاط الموسمي من تعب وإرهاق لهؤلاء الشباب إلا أنه يبقى السمة والعادة الراسخة التي تميز ولاية عنابة عن باقي الولايات، ولا تكتمل فرحة العيد إلا بوجودها.